بمشاركة 250 متحدثا رفيع المستوى افتتحت فعاليات دورة 16 لمنتدى ميدايز بطنجة. هذا المنتدى المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يهدف إلى تعميق النقاش القاري والعالمي حول تعزيز السيادات الوطنية والإقليمية وبناء صمود مشترك للاستجابة للأزمات العالمية المتعددة. هذا المنتدى الذي يعرف مداخلات لشخصيات رفيعة المستوى شكل مناسبة لبدء التفكير في استراتيجيات مشتركة بين بلداننا لمواجهة هذا المشهد الجيوسياسي المتغير. من المهم التطرق لموضوع هذه الدورة من المنتدى الذي يأتي في سياق حيث السلام أضحى مسعى الشعوب عبر العالم، كما يتعين إعادة التفكير في الدينامية الراهنة للأخذ بعين الاعتبار الوقائع الجديدة وتطوير شراكات استراتيجية. واعتبر المشاركون في هذا الحدث أن موضوع هذه الدورة سيادات وقدرات الصمود نحو توازن عالمي جديد، هو عهد وعمل يحركه الإيمان بقدرة الأمم على رسم سبلها الخاصة لرفع التحديات وكذلك لبناء الجسور بين الشعوب وتحويل الرهانات إلى أمل جماعي. هي مناسبة للتأكيد على أن العلاقات التي تجمعنا مع المغرب التي تقوم على الروابط الأخوية وقيم التعاون المشترك والاحترام المتبادل مفاتئ تتعزز فسحتنا المجال أمام أفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات. ومنتدى ميدايز صار على مر السنوات ملتقى محوريا للتفكير في القضايا العالمية الكبرى التي نواجهها. المواضيع التي تم التطرق لها خلال المنتدى ستمكن من استكشاف التحولات الجيوسياسية الحاصلة والتي تحتل فيها القارة الإفريقية مكانة خاصة بفضل معدلاتها للنمو الاقتصادي والديمغرافي ومواردها الطبيعية. دورة هذه السنة من منتدى ميدايز تعرف مداخلات رؤساء دول وحكومات وصناع القرار السياسي وحائزين على جوائز نوبل وأكد رؤساء شركات دولية كبرى وشخصيات مؤثرة أمام جمهور يفوق 6000 مشارك من أكثر من 100 دولة.